راه ما خصناش نخليو الفرصه لشي وحدين اللي كنسميوهم بين قوسين حريفيه في الخواط في هذه المرحله ديال الانتخابات، لان هذه واحد التوارثات حزبيه ديال الحزب الذكاكي الانتخابي كيستعملوها الماده الشباب ولا في هادشي. او المرحله الانتخابيه نقدروا ندخلوه في واحد لون كادغومون نسميوه لمن صدقت ماشي لمن سبقت، لان الترشيح كيبغي خاصو اولويات، او يكون شباب، يكون شباب واعي، يكون عنده مستوى الى اخره الى اخره. ما كايناش بريباراسيون، كاينه لا ريفيزيون، جوست لا ريفيزيون. بريباراسيون كتكون او ديبار. وكاين واحد المشكل اللي نقدروا نوقعوا فيه هي دابا ملي كتبدا شي مبادره كتخاد، واخا تكون مبادره نبيله واخا انت بوحدك تمشي ديرها كيفكروا فيها كحمله انتخابيه، هذه ما لا مناص منها، ما عندنا ما نديرو. بالله عليكم راه كاينين الناس لا يعرفون من السياسة إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وشادين مناصب ومتقلدين مناصب ودخلوا اللي ليهم واللي عليهم وكذا. حنا ما كنوعدوش باللي نحلوا المشاكل، ولكن كنواعدوا نمشي معاك في ديك لي ديمارش، تلقاني بجنبك نمشي معاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كان اجتماع ديال الفرع المحلي حزب التقدم الاشتراكية سيدي مؤمن. هذا الاجتماع الدوري اللي كان موسع بحضور المكتب المسير وكذلك المنخرطين، كان اجتماعات متتالية في إطار احترام شروط التباعد الصحي وكان ارتداء الكمامات والمعقمات. الاجتماع أولا افتتحناه بتنويه بالسياسة الحكيمة لصاحب الجلالة، هذه السياسة هذا الانتصار الدبلوماسي المغربي الكبير في فك ملف الصحراء المغربية النزاع المفتعل. واليوم ما يمكن لنا إلا نشيدو ونهنيو بهذه الدبلوماسية الحكيمة. وكذلك كان في إطار التنديد بما وقع في الدار البيضاء في الفيضانات الأخيرة من سوء التسيير، وكنحملوا المسؤولية لكل واحد من المنصب ديالو اللي قصر في هذه المهمة والناس اللي تشردات والحوادث الكثيرة اللي كانت. وكذلك احنا في إطار مقبلين على استحقاقات انتخابية تشريعية والمحلية، في إطار المواكبة وفي إطار تقييم وفي إطار تقديم الحصيلة، في التفاعل مع المواطنين، في تبني الملفات المطلبية. وكذلك فتحنا باب الترشيح اليوم رسميا، فتحنا باب الترشيح لجميع أبناء شباب وشابات المنطقة. بغينا التغيير، بغينا جيل جديد خصوصا في منطقة سيدي مؤمن. حنا اليوم كنرحبوا بأي فرد خارط معنا، كنرحبوا بأي شاب بأي شابة بأي كفاءة بأي إطار بدون خلفيات وبدون أي حاجة. بغينا الشباب يعني هما اللي ياخذوا المبادرة. حنا كنعرفوا اليوم كاين العزوف، كاين عزوف كبير، وخاصة مع هذا الشيء اللي وقع مؤخرا يعني كيزيد يفرق الهوة في هذا العمل السياسي. العمل السياسي اليوم هو جزء لا يتجزأ من المجتمع المغربي، إما غتمارس السياسة وإما غتمارس لك السياسة. يعني خاص الوقت ناخذوا بزمام الأمور. بغينا الشباب ينخرط، بغينا الجميع ينخرط في إطار التغيير. حنا إلا قنعناه وشاف فينا التغيير وشاف فينا صالح يجي عندنا مرحبا به يترشح ولا يكون مناضل ولا يكون منخرط، ولا في جهه اخرى ما عندنا حتى شي اشكال. المهم المواطن المغربي خاصو يساهم، خاصنا القطع مع هذيك سياسه التباعد. بطبيعه الحال راه مراد الثور 2011 كان الاهتمام كله منصب للشباب. الشباب عاشوا خيبات امل خصوصا في المنطقه، يعني هذوك الوعود اللي تقدمت لهم ما تلقاوهاش. اليوم كنعرفوا الاطفال والشباب والدراري الصغار كيبغيو الملاعب القرب ما تلقاوهاش، ولا فيها واحد الاحتكار ولا مفوضه لجهات اخرى. يعني هذا الشيء ما خصوش يكون. الشباب كذلك المشكل ديال المواصلات والنقل ماشي في المتطلع ديالو، الاجرام يعني الانحرافات ظواهر الانحراف، يعني ما كاينش شي واحد اللي تفك هذا الشيء. في حزب التقدم الاشتراكي حزب حداثي وتقدمي وكيف كيقدم التغيير، حنا اليوم كنخاطبهم تنقولوا لهم مرحبا بكم جو عندنا، ما تنوعدوا بحتى حاجه في اطار ممكن، الا كاين شي حاجه نقدموها مرحبا، ما كايناش غادي ناضلوا عليها، لان حزب التقدم الاشتراكي حزب نضالي، حزب يقدم الحلول ماشي الوعود الكاذبه. هذا الشيء اللي بغينا، بغينا الشباب هو ينخرط، هو يدخل، هو يغير بالامر ديالو، ما يتسناش شي واحد اخر. شوف حنا نكذب عليك الا قلت لك غادي نخاطبوا الشباب وغادي نغيروا، ما يمكنش، لان الشباب اليوم عاش تجارب متتاليه كما قلتي. واحد الناس اللي احتكرت المشهد السياسي، واحد الناس اللي وعدات واحد الوعود وما قدرش توفي بها. الناس اي واحد تجي الا وتيتحطك في هذا الاطار غادي تكون بحالهم. الحاجه الجديده لحزب التقدم الاشتراكي هو فاتحين الباب الحوار للجميع، ما عندناش حنا الناس ديالنا ولا واحد الفئه ولا واحد مسيطر على المشهد السياسي. هذا الحزب هذا كيقدم لهم واحد الكتاب مفتوح، مرحبا اجوا عندنا نخرطوا معنا نتواصلوا ونتعاونوا. حنا ما كنوعدوهم حتى شي حاجه، كنوعدوهم في اطار المستطاع اللي غنقدروا عليه غادي نتبناو الملفات ديالهم وهما يشاركوا معنا وهما يعيشوا معنا هذا النضال. هذا هو الهدف ديالنا. بالنسبه لبعض الاحزاب
اللي شاد سيدي مؤمن بام ولا هذاك، يعني واش تقدروا نتوما كاين شي وجوه ما فيهم معروف واش تقدروا نتوما تنافسوا كواحد الحزب بحال هذا؟ شوف، حزب التقدم والاشتراكيه حزب وطني اكثر من 75 سنه من النضال والتاسيس، والمؤسسين ديالو معروفين بقاو بزاف في المشهد السياسي. بطبيعة الحال لأن حزب التقدم الاشتراكي حزب النضال، ماشي حزب اللي تيستغل المواطنين معاد كاذبة وكيعطي المادة وكيعطي، لا، حزب التقدم الاشتراكي صريح والجرأة ديالو لا تناقش لا في المكتب السياسي ولا في الأمين العام ولا في الرفاق اللي تعرفونا دابا صرحاء. ربما الناس ما تتبغيش هذا الشيء، كاين واحد الفئة كتمشي مع ناس أخرين، ولكن حنا بغينا الناس اللي عندها ثقة فينا وتنقولوا لهم أودي عيتوا من أحزاب أخرى ولا كل واحد الله يسر عليه. الأحزاب موجودة أكثر من 35 حزب في المنطقة في المغرب ولا 36 حزب، يعني اختار اللي عجبك سير، غير ساهم في المشهد ماشي مشكل. حنا ما غادي نلوموا حتى شي حزب، المغاربه عارفين، المغاربه اليوم الحمد لله بوسائل التواصل الاجتماعي واعيين وكيعرفوا الشخص كيعرفوا الحزب. غير المشكل اللي كنلوم انا، كنلوم انا الشباب اللي بحالنا وكنلوم ابناء المنطقه ومنها خلالها المغرب، خاص المشاركه. راه شحال من واحد تدو مع اطار زوين، لا ما كاين والو، لا ما كاين والو، غيبقاو هما ما عجبناك حنا سيدي، شوف بلاصه اخرى موجوده، تخل غير تحرك، غير دير شي مبادره باش تحيد هذا الشيء. الا ما درتيش مبادره حنا ما كنشوفوش غادي نديروا واحد استراتيجيات كبرى ولا، كنشوفوا غير الشان المحلي. بغينا غير طريق زوينه، بغينا غير حفار ما يبقاوش، بغينا الملاعب يكونوا موجوده، حوايج بسيطه نبداو بهذ الحوايج ونناقشوا حوايج اخرى ان شاء الله. وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. لطف الازهري، عضو المكتب المسير حزب التقدم والاشتراكي فرع سيدي مؤمن. في اطار الاستحقاقات المقبله نظم فرع سيدي مؤمن اجتماع ضم كل من اعضاء المكتب المسير وبعض المنخرطين، حيث تم الاتفاق على بعض النقاط التنظيميه الخاصه بالفرع، بما انه هو ليس حديث ولاده وانما اغلب الاعضاء ديالو فئه فتيه، حيث تم الاتفاق على كيف ما قلت على بعض النقاط التنظيميه وكيفيه استقطاب الناس. كذلك تم الاتفاق على احداث واحد الكتيب، وهي فكره جيده جدا. هذا الكتيب كيضم ارقام وهواتف واسماء المستقطبين، لانه حزب التقدم والاشتراكيه ماشي الخدمه ديالو موسميه، هو كيرافق المواطن على مدار السنه في المشاكل ديالو، في اي صعوبه لقاها دائما حزب التقدم والاشتراكي كيواكب المواطنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الاستاذ نصيف مصطفى، عضو في حزب التقدم والاشتراكيه ومن المناضلين ديال حزب التقدم والاشتراكيه. حقيقة يعني قبل الكلمة أوجه يعني التحية والشكر والامتنان إلى السدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله على القرار الحكيم والسياسة الحكيمة فيما يخص ملف الصحراء المغربية. وهو في الحقيقة كان عندنا اجتماع في هذه العشية هذه على أساس اننا ندارسوا الخطط وندارسوا يعني المنهجيه اللي ممكن ان نشتغل بها كل من رفاق والرفيقات ديال حزب التقدم والاشتراكيه. هذه القلعه العتيده التي قدمت الكثير ولا زالت تقدم طبيعه الحال، خصوصا بعد اقتراب موعد انتخابات، وهو موعد يعني دائما حزب التقدم والاشتراكيه كيعطي الكلمه ديالو فيه. وهنا ما تفوتنيش الفرصه انني نوه بالرفيقات والرفاق يعني بكل شرائحهن وشرائحهم وكل حسب موقعه على المجهودات القيمة وعلى يعني رباطات الجأش اللي كيقوموا بها حول يعني تأطير الشباب باعتباره فئة وشريحة مهمة في المجتمع المغربي، وتأطير الشاب بصفة عامة من أجل الخوض في هذه الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في الصيف هذه السنة. بالنسبة لسيدي مؤمن كمقاطعة وسيد البرنوسي كمقاطعة والأخرى، حقيقة كيعرفوا نوع من تهميش، نوع من بين قوسين نوع من الحقرة إلى آخره. وما هذه الاستحقاقات يعني المقبلة في هذا الصيف هذا إلا فرصة لحزب التقدم الاشتراكية باش يزيد يأكد المواطنات والمواطنين بأننا صوتكم وبأننا آذانكم السامعة، وباننا يعني الى حطيتوا علينا يعني اصواتكم وحطيتوا علينا يعني تيختكم
فكونوا على يقين أننا غادي نكونوا عند رهن الإشارة ونكونوا يعني الإنسان المناسب من أجل النهوض بطبيعة الحال بمنطقة سيدي مومن ومنطقة البرنوسي اللي كما قلت كتعيش واحد نوع من التهميش، والتهميش بسببه بطبيعة الحال خلفيات لا يسمح المجال لذكرها. فأقول وأجدد يعني النداء لكل الرفيقات والرفاق من أجل يعني رباطة الجأش ومن أجل الاتحاد ومن أجل المعقول بطبيعة الحال اللي هو رمز ديال الحزب، أن نكونوا يد واحدة في مقاومة يعني هذا المسؤولية لبعض المنتخبين على مستوى منطقة سيدي مومن والبرنوسي. وموعدنا إن شاء الله في انتخابات المقبلة، وهو في الحقيقة يعني نسبة مهمة من هذه المسؤولية ديال التهميش كيتحملها نسبة مهمة أخرى من المواطنين والمواطنات، بسبب أنهم ولفوا واحد الطبع عند بعض المنتخبات والمنتخبين اللي كما قلت يا أستاذ أنها رجعوا عبارة عن بقرة حلو. ولهذا الشغل الشاغل لحزب التقدم الاشتراكية في هذه الظرفية هذه، وهو تأطير المواطنات والمواطنين ومحاولة القطع أو قطع الطريق أمام كل هذه التجاوزات حتى يتسنى للمشهد السياسي الديمقراطي في المغرب، واللي هو شعار جميع الأحزاب السياسية بدون استثناء وعلى رأسهم حزب التقدم والاشتراكية، نقطعوا الطريق أمام هاد المفسدين، نقطعوا الطريق أمام هاد الانتهازيين اللي بطبيعة الحال اغتناوا عن ظهر يعني معاناة هاد المنطقة هذه ديال سيدي مومن. ما يمكنش انك تاخذ الثقه ديال المواطن الا لتقربت منه، الا انك اثرتيه وعرفتي عرفتيه اللي ليه واللي عليه. وهذا باش تاثروا وتعرفوا اللي ليه وعليه خاص يعني المناضلات والمناضلين يكونوا واحد قدوه، يكونوا يعني تعطاهم فرصه انهم يقولوا لهم ها المسار الصحيح، ها المسار السليم، كفانا من العبثيه، كفانا من المسؤوليه، وكفانا من التصويت على اشخاص أقل ما يقال في حقهم الرجل الغير المناسب في المكان الغير المناسب. وشكرا.